أيت بوعلي عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. هذا كان عقد المؤتمرات الإقليمية، والمؤتمرات الإقليمية هي كتمهد المؤتمر العام ديال حزب الاستقلال، وحسب القانون الأساسي للحزب فالمؤتمرات الإقليمية أولا تتداول في القضايا السياسية الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بالإقليم، ومن خلال هذه الدراسة إلى عندها مقترحات معينة في هذه المجالات كتدفع بها باش ترفع في التقرير العام ديال المؤتمر إن شاء الله الرحمن الرحيمين. المسألة الثانية وهي أيضا تحديد المنتدبين اللي غيحضروا المؤتمر الوطني ديال الحزب، وهذه المسألة ديال المنتدبين بطبيعة الحال كيخص توفر فيهم واحد شروط معينة، والتوزيع ديالهم كيخصو يخضع لمعايير معينة حسب السكان الفرع والنشاط ديال الفرع ديالو إلى غير ذلك. والمسألة الثانية الثالثة، هؤلاء المنتدبين كيصوتوا على العدد اللي كيتحدد في اللجنة التحضيرية ديال أعضاء المجلس الوطني الممثلين للإقليم، ولذلك هذا اللقاء هذا هي في بطبيعة الحال كتكون فيها شوية ديال التدافع، لأن فيها المسألة ديال تموقع داخل تنظيمات الحزب وهياكله، خاصة حينما يتعلق الأمر بهيئة تقريرية اللي هي المجلس الوطني ديال الحزب. مسألة أخرى أيضا كيكون فيها التدافع الفكري اللي كل واحد كيبغي ينتج أحسن ما عنده في تصوره أولا لما يجب أن يكون في الإقليم أو للقضايا الوطنية بشكل عام، ولذلك نحن في هذه المحطة نكون في نهاية المسار إلى المؤتمر الوطني إن شاء الله اللي غيكون في نهاية الأسبوع المقبل، واللي كنتمناو أنه يكون في مستوى طموحات الوطن أساساً، وقدر يرفع التحديات اللي كتطرح سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي أو المستوى السياسي، وكذلك على مستوى العلاقات داخل الوطن المغربي بلحمته في إطار الثوابت الأساسية الله الوطن الملك. هلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حقيقة نعيش الأسبوع الأخير من التحضير للمؤتمر 18 للحزب اللي كان عقد في ظروف كما تعرفون جميعا ظروف خاصة. حزب الاستقلال يتواجد في الحكومة يدبر ويسير أغلبية المجالس الجماعية، يساهم بفريق في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتأهيل ولدفع المؤسسة التشريعية في القيام بدورها كما يجب. في هذه الظروف ينعقد المؤتمر 18 اللي أراد حزب الاستقلال أن يكون مؤتمر كعادته، مؤتمر الوحدة، مؤتمر الأسرة الاستقلالية، مؤتمر الحضور المتكامل لكل فئات المجتمع الممثلة في حزب الاستقلال، أكانوا شبابا أو نساء، محامين، أطور من مختلف التكوينات ديالهم، مهندسين إلى آخره، صيادلة إلى آخره، ولكن كذلك رصيدهم هو تاريخ حزب الاستقلال، هو المرجعيات الفكرية لحزب الاستقلال، هو النضال الذي يقارب القرن من إحداث حزب الاستقلال. كل هذه الأمور ستكون حاضرة في مؤتمرنا 18. طبعا سيكون مطلوب من حزب الاستقلال أن يجيب على كثير من التساؤلات وعلى كثير من الانشغالات التي يعيشها المجتمع المغربي، خاصة ونحن نعرف الظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من الأدوار التي تقوم بها الحكومة لفك كثير من المشاكل والتوجيهات والمبادرات الاستباقية التي يقوم بها جلالة الملك الله ينصره. فمع ذلك يحتاج اليوم مؤتمر حزب الاستقلال إلى أن يجيب على بعض الانشغالات الأساسية والرئيسية. اليوم في مدينة سلا نعيش كباقي أقاليم المملكة المؤتمرات الإقليمية، وفي قانون الحزب المؤتمر الإقليمي
هو المؤتمر الذي يجتمع فيه حسب ما ينص عليه القانون كل المؤسسات المقررة في الحزب على المستوى الإقليم لأولا تدارس التوجهات الكبرى التي يشتغل عليه الحزب خلال المؤتمر وإبداء الآراء ديالهم، لأن بالتأكيد لن يستطيع كل المؤتمرون في المؤتمر الإقليمي بمدينة سلا أن يكونوا حاضرين في المؤتمر العام. إذن فالنقاش اللي غيكون اليوم سيكون هو السلاح والزاد اللي غيحملوه المنتدبين ديال المؤتمر عن سلا لينقلوا له إلى المؤتمر العام. ولنمر إلى عمليات انتدابية، وهي انتداب المؤتمرين اللي غيمثلوا مدينة سلا، ثم كذلك المنتدبين سيصوتون على أعضاء المجلس الوطني الذين سيكونون أعضاء المجلس الوطني باسم سلا. إذن محطة تنظيمية أخيرة وأساسية هي التي ستعطي ممثلي حزب الاستقلال بسلا في مؤتمرهم 18. إذن ومن دون شك واكبتم وتابعتم دخول المؤتمرين والنقاشات اللي كتدور ما بين الإخوان، هي كلها إرادة ديال توحيد صفوف حزب الاستقلال لأن يلعب دور حزب الاستقلال اليوم ومن خلال مؤتمره في إعطاء يعني الرد الاعتبار للعمل السياسي والعمل الحزبي لإظهار الرغبة وطموحات مقبولة، الرغبات مقبولة، ولكن في إطار من التوافق والتفاهم لكي نعطي الصورة الحقيقية لحزب الاستقلال بقدر ما قواعده واسعة تضم كل شرائح المجتمع المغربي، ولكن في نفس الوقت قواعده وأطره مستعدون لحمل رسالة حزب الاستقلال التي ضحى من أجل الأجيال السابقة، ومستعدين لمواصلة المعركة من أجل رفاهية هذا المجتمع الذي يستحق منا ومن حزب الاستقلال كل التكريم والوفاء. اليوم الحزب كي يعني ضمن المؤتمر الإقليمي بمدينة سلا في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال، ويعني بالمشاركة ديال التمثيلية الإقليمية للحزب يعني جميع فروع ممثلة والتنظيمات الموازية والفروع والهياكل للحزب، وإن شاء الله غادي يكون انتداب المؤتمرين للمؤتمر الوطني يعني في جو أخوي تيسود الاحترام والتبادل ديال الأفكار، يعني والطموح المشترك أنه تكون تمثيلية قوية لمدينة سلا في هذا المؤتمر. وكنتمنى لكم التوفيق انتم كمنبر اللي كيواكب جميع المستجدات على صعيد مدينة سلا والحضور ديالكم الدائم. شكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.